الاي في دي ارينا الذي يتسع ل 43,200 متفرج يمتلئ اليوم على الاخر في هذه القمه الاوروبيه الحقيقيه، القمه صعبه التوقع كما تابعناها معكم في الاستوديوهات مع زميلنا مع زملائنا المحللين وايضا وزميلنا رؤوف بالخليف والتشكيله الاسبانيه إيريك كازياس إيكر كازياس في حراسة المرمى ورباعي الدفاع من اليسار إلى اليمين ماريانو فيرينا كارلوس بويول بابلو إيبانيز وسيرجي راموس في خط المنتصف كاسيك فابريغاس جافي ألونسو وجافي هرنانديز وراؤول جونزاليس وفي خط الهجوم دافيد فيا وفرناندو توريس. تشكيلة المنتخب الفرنسي بطل كاس العالم 98 ويظهر أمامنا أيضا قائده زين الدين زيدان ولاعب الذي يلعب معه في ريال مدريد أيضا قائد المنتخب الأسباني راؤول جونزاليس فابيان بارتيز. يكون هذا اللقاء هو اللقاء الذي سيكون عليه في المحك ديمونيك المدرب الفرنسي، حيث لم تكن نتائجه مع المنتخب الفرنسي ظاهرة حتى منذ استلامه في 2002 وحتى هنا في نهائيات كأس العالم. من 3 مباريات المنتخب الفرنسي كان هناك تعادلان، أولا مع المنتخب السويسري بدون أهداف ومن ثم تعادل مع فسيلاقي المنتخب البرازيلي الذي تغلب على المنتخب الغاني بذات أهداف مقابل لا شيء في المباراة الأولى هذا اليوم. ومن سيكون له النصيب أن يلاقي اللاعب الصغير سيرجي راموس 20 عام الناحية اليمنى والتقدم من فرانك ريبيري مقطوع لاعب صغير السن أيضا كرة أمامية نكزافي ولكن أيضا الخروج كان بتوقيت سليم من فابيان بارتيز ووجود خطأ على راؤول جونزاليس، خطأ بإشارة في مسابقة كأس العالم 2006 وهذا الخطأ كان ممكن يكون من بابلو دانيز بكرة خلف المدافعين لتيري هوري. بالفعل المحاولة شوف نشاهد مرة أخرى خلف المدافعين وهذه الكرات اللي يتقنها أصلا لاعب الأرسنال واللاعب الفنان تيري هوري. تعود بعد أن توقف في مباراة توغو وكرة عالية إلى منتصف منطقة الجزاء تتخلص من إيكر كازياس وفي وجود خطأ أيضا لصالح الحارس الأسباني. 27 لقاء دولي بين الفريقين، ربع النهائي أم سيكون للحماس والقوة التي يلعب بها لاعب المنتخب الأسباني والشباب والحيوية التي تظهر مع المدرب العجوز لويس أراغونيس. هنا التسديدة جاءت قوية من ماريانو ويلي سانيول وتوريس، وتوريس أسرع والعرضية لكنها وهناك لقاء أوكرانيا وسويسرا الذي انتهى بالتعادل وبعد ذلك طبعا بركلات الترجيح فاز المنتخب هنري. هنري بالفعل الناحية اليسرى يحاول هنري، هذه تحركاته وهذه التسديدة تأتي أرضية سهلة لإيكر كازياس حارس مرمى المنتخب الأسباني في مباراة واحدة وهي للمرة الأولى تحدث في تاريخ كؤوس العالم. العرضية لا تجد أحد وتجد زين الدين زيدان في التسديد والكرة إلى خارج أرض الملعب بعد اصطدامها في الدفاع وزيزو يعمل قلق في خط الدفاع الأسباني ويسدد كرة تصطدم في الدفاع الأسباني وتخرج في لاعبين من لاعبي المنتخب الأسباني وتخرج إلى خارج كبير السن ومدرب له 68 عام لكن نتابع كرة تيري هنري والتمريرة الممتازة التي جاءت بظاهر القدم اليمنى من زين الدين زيدان ولكن أيضا كان مع إيريك أبيدال كرة الخلف إلى ويليام جال 2-2-1 هي وجود زيدان خلف تيري هنري قليلا وبالتالي لا يستطيع أن يكمل هذه الهجمة لكن هنا محاولة سانيول العرضية أمام المرمى وتمر من لاعبين تمر من أمام فرانك ريبيري ومن أمام باتريك فييرا والفرصة كانت مواتية تماما للمنتخب الفرنسي بالتمريرة الذهبية اللي كانت بدايتها من زين الدين زيدان للناحية اليمنى وويلي سانيول فرانك ريبيري عرضية أمام المرمى منتخب الفرنسي وتعود داخل منطقة الجزاء في محاولة دفع روسيتي يشير إلى نقطة الجزاء وركلة جزاء لصالح منتخب أسبانيا الدفع جاء واضحا روسيتي الإيطالي روبرتو روسيتي 39 سنة حكم اللقاء كان قريب تماما واحتسب ركلة جزاء بابلو إيبانيز كان متسبب في ركلة الجزاء ديفيد فيا له هدفين في المسابقة حتى الآن يقف أمامه فابيان بارتيز هل تحمل الهدف الأول لأسبانيا بالفعل الهدف الأول ديفيد فيا من ركلة جزاء أولى تحتسب لصالح المنتخب الأسباني يحرز الهدف الأول لأسبانيا وهدف التقدم في الدقيقة 28 هنا من زمن شوط المباراة الأول ديفيد فيا يضع كرة جميلة جدا على يمين حارس المرمى فابيان بارتيز بالرغم من تواجد فابيان بارتيز ايضا من بيرنا لكن مقطوعه تصل اماميه الان في محاوله من فرانك ريبيري
هو مفتاح التحكم بالمباراة. والفلسفة الأخرى هي ضم دماء جديدة للمنتخب الأسباني، وهذا ما حدث. زيدان كرة عالية للقائم البعيد، انتهت خطورة الهجمة الفرنسية. باتريك فييرا، ولا بد من التسلل، هنا كرة انفرادية، فرصة التعادل، يأتي التعادل، يأتي التعادل لفرنسا في الدقيقة 41. فرانك ريبيري ينفرد بكرة فرنسية، العودة تأتي بالعطور الفرنسية، والتسجيل يأتي من لاعب مارسيليا، التسجيل في الدقيقة 41، والتمريرة ممتازة من باتريك فييرا، كسر بها فرانك ريبيري التسلل بالرغم من وجود تيري هوري في موقف تسلل، ولكن انطلاقة كانت من فرانك ريبيري، والتسجيل أمام أيضا أيكر كازياس، المرور كان ممتاز وبالرغم من تواجد أيضا مدافعين، والتسجيل في المرمى، الهدف الأول لمنتخب فرنسا، هدف التعادل. نشاهد هنا تيري هوري كان في موقف تسلل، ولكن باتريك فييرا كان صاحب تمس مرتدة لصالح المنتخب الأسباني. توريس مرور داخل منطقة الجزاء، ومطالبة هناك من لاعبي المنتخب الأسباني بوجود شيء، ولكن أيضا روبرتو. ومع الدقيقة 45 تماما، ومع مباراة سريعة وجميلة، انتهى شوطها الأول أيها الأعزاء بين المنتخبين الأسباني والفرق. الإيطالي سيلاقي المنتخب الأوكراني يوم السبت القادم، بينما البرازيل في انتظار الفائز والمنتخب الذي سيمر من هذا اللقاء. هذه محاولة كارلوس بويول، صافرة وخطأ على تيري هوري. والبرازيليان لوي فيليب سكورالي مدرب البرتغال، وخلص من ويليام جالاس، وتسديده الى خارج ارض الملعب والى ركله مرمى لصالح المنتخب. وهذا الملعب الذي كاس العالم 2006 في المانيا، استعداد كبير. وزين الدين زيدان، تمريره ممتازه، مالودا بيحاول يضع كره جميله، وكازياس يلحق فيها، كازياس يلحق بكره جميله، وتمريره زيزو جاءت في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، ولا وجود للتسلل. هنا كرة أيضا، هنا محاولة بالودا من الناحية اليسرى في محاولة أيضا تعادل بين أسبانيا وفرنسا، وكرة عالية، وأيكر كازياس في وجود خطأ لصالحه أيضا. هذه عادة، تدخل كان من ليليان تورام، راموس يحاول المرور بجانب خواكين، بالفعل كرة خواكين عرضية باب المرمى، لكن تتخلص من الدفاع، تتخلص من ويلي سانيول، جاء اليسرى لصالح المنتخب الفرنسي، مرور ممتاز، وسيرجي راموس التدخل الى خارج ارض الملعب بركنيه ثانيه لصالح المنتخب الفرنسي خلال شوط المباراه لريال مدريد في رايي الشخصي. كره ملعوبه لزيدان، كاسياس بيخلص في وجود ايضا اشتراك وخطا لصالح حارس المرمى الاسباني ايكر كازياس قائد الفريق بعد خروج راؤول جونزاليس، لكن مقطوعه تعود الان مرتده في الهجوم في وجود صافره وخطا وركله حره مباشره. خطأ على إيريك حي اليسرى، بيرنا عرضية والرأسية تأتي تستضيف الأرض وتخرج إلى خارج أرض الملعب. رأسية لويس غارسيا، 28 سنة لاعب ليفربول الإنجليزي، والكرة إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى لصالح المنتخب الفرنسي. في المنتخب الأسباني يسويها بخبرة، وهذه أحد كرات الخبرة الأمامية تتخلص، التمرير كان من عموما نتابع كرة من خطأ صالح المنتخب الأسباني عالية تتخلص رأسية وتخرج الى خارج ارض الملعب والى ركله ركنيه. الركنيه الثانيه لصالح المنتخب الاسباني، ما يوجد في النصف من المباريات الغير وديه طبعا او المباريات الرسميه بين المنتخبين الاسباني والفرنسي، عموما هذا ما سنشاهده. راموس المنتخب الاسباني، دخول داخل منطقه الجزاء، خواكين الى خارج ارض الملعب، الى خارج ارض الملعب، فرصه كانت للاسباني خواكين، فرصة لابن ال 24 سنة أن كان يسجل هدف في مرمى المنتخب الفرنسي وأن يحاول. المحاولة هنا من فرانك ريبيري، العرضية للتسديد، والكرة إلى خارج أرض الملعب من البديل سيدني خوفو إلى خارج أرض الملعب. سيدني جوفو كان مع الكرة أمامية، والمحاولة من تيري هوري بيحاول، وبويول معه كان، واصطدام غير عادي يحتسبه حكم اللقاء ويعطي فيه البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء كبير والعالمي زين الدين زيدان. لكن تبدو الكرة رفعة داخل منطقة الجزاء، ركلة حرة مباشرة، كرة عالية تتخلص راسي، باتريك فييرا، باتريك فييرا في الدقيقة
الدقيقة 37 ومن ركلة حرة مباشرة يستمر التقدم الفرنسي على الأسبان بالكرات الثابتة، ومن كرة من زين الدين زيدان إلى الخبرة بفاتريك فييرا يحرز الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في وقت صعب جدا جدا جدا. من أبيدال خواكين كرة عالية، توريس ينتظر ولكن الرأسية تأتي من ويلي سانيول إلى خارج الفرنسي إلى أرض الملعب، كرة عالية والمحاولة من لويس غارسيا، لكن التدخل كان ممتاز أيضا من زين الدين زيدان. مية دفاع في المنتخب الفرنسي، ماذا تنتظر؟ كرة عالية وبارديز طبعا قبلهم 35 سنة حارس أولمبيك مارسيليا. يا أعتقد أنه كان تغيير غير صائب. طيب ملعوب الكرة من ويلتورد لزيدان، زيدان هل يؤكدها؟ زين الدين زيدان، زيزو يمر، زيزو زيزو يا زيزو، هدف ثالث فرنسا للدور ربع النهائي. زيدان عمل كل شيء، زيدان ذكرنا بال98، زيدان ذكرنا بستاد دو فرانس 98، والهدف الثالث لفرنسا. غراسياس للمنتخب الاسباني، والفرنسيون اليوم في احتفالية كبيرة بالشانزليزيه. اللقاء سيحمل عنوان كبير، اللقاء القادم سيحمل البرازيل مع فرنسا وزين الدين زيدان. أعزائي عبر راديو وتلفزيون العرب، وينتهي هذا اللقاء الذي جمع بصافرة روبرتو ريسيتي، جمع بين منتخبي أسبانيا وفرنسا.